بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا إخواني أخواتي في درس جديد لإكمال دورة الربح من الأفلييت. كما تشاهدون هنا أغلبية الأشخاص تم تعليق على الفيديو بالإيجاب، يعني يريدون هذه الدورة. إن شاء الله إخواني سأكمل هذه الدورة، فقط هذا الفيديو أحتاج أن يصل إلى 100 لايك، وكما قلنا بدون إطالة لأن الفيديوهات ستكون طويلة بعض الشيء. أرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس ووضع اللايك إخواني. إن وصل الفيديو إلى 100 لايك سأكمل هذه الدورة كالعادة. نتوجه مباشرة، رغم أنه لم يصل عدد لايكات إخواني إلى 100 لايك، ولكن أعلم إخواني أنه الأكثرية يريدون هذه الدورة نظرا للتعاليق. كما تشاهدون 88 لايك، أعتقد أن هذا الفيديو سيصل إلى أكثر من 100 لايك. المهم لا تنسوا وضع لايك لهذا الفيديو لكي نصل إلى 100 لايك ونكمل الدورة. كما شرحنا من قبل في الموقع، عفوا في الشرح في الفيديو القادم، قمنا بشرح موقع وريو بلاس كيفية الربح منه، وجيفيزو لم نشرح ولكن سنشرحه إخواني. أيضا إخواني سنقوم بشرح كيفية تسجيل في كليك بانك والحصول على حساب بطريقة جيدة. الجميع سيحصل على حساب كليك بانك. في التعليق إخواني، إن أردتم أن أضع فيديو كيفية التسجيل والقبول في موقع كليك بانك فقط لأي دولة إخواني، ضعوا في التعليق نريد الحصول على حساب كليك بانك، وسأشرح لكم كيفية التسجيل. هنا إخواني نتحصل على المنتجات، هذا الفيديو لوحده سأشرحه فيما بعد. هنا فيديو اليوم إخواني كيفية الترويج للمنتجات عن طريق إنشاء فيديو. هذه الطريقة الأولى للترويج إخواني، رائعة، وتوجد طرق أخرى مثل مواقع كبيرة لنضع فيها المنتجات الخاصة بنا. أيضا إخواني إنشاء صفحة لاندينغ باج يجب علينا أن نتعلمها، سأضع فيديو لها لوحدها لأنها توجد مواقع كثيرة تعطي لك واحترافية إخواني سأقدمها لك لصنع صفحة لاندينغ باج. هنا إخواني فيديو اليوم إخواني سنستفيد للترويج عن المنتج. أيضا نستفيد شيئين إخواني كملاحظة، شيئين يجب التركيز عليهما. الشيء الأول هو إنشاء قناة يوتيوب أجنبية تكبر مع الوقت إخواني. الفيديوهات لا تتجاوز إخواني دقيقتين أو ثلاث دقائق، يعني تستطيع تحميل في اليوم 2 فيديو. أيضا إخواني الترويج للمنتج بطريقة احترافية بدون أن يعلم المتابع للقناة. هنا إخواني كما تشاهدون، تابع هنا عند وضع الفيديو، الروابط سنضعها من كليك بانك أو واريور بلاس أو جي فيزو، نضعها في الأسفل. ولكن إخواني كملاحظة، نسبة شراء المنتج أو الترويج للرابط الأفلييت الخاص بك ضئيلة جدا، تصل إلى 0.5% لكي يضغط الشخص ويشتري المنتج. فقط إخواني لكي يشتري يجب أن يكون لدينا صفحة هبوط لاندينغ باج احترافية. في أنا اليوم سأقوم بشرح طريقة إنشاء فيديو والترويج، وأيضا استفادة من قناة يوتيوب. مع الوقت ستقوم بتفعيل الإعلانات عن هذه القناة والربح من أدسنس. فقط هنا إخواني للشراء يجب أن نتعلم إنشاء لاندينغ باج. في شرح قادم سنقوم بشرح كيفية إنشاء لاندينغ باج. المهم إخواني يجب عليك عندما تدخل هذا المجال ربح من الإنترنت تحتاج بعض الوسائل، من بينها إخواني هنا شرحت في القناة ربح من اليوتيوب كيف تقوم بإنشاء فيديو مجانا بدون وجود أي شيء. تجد البرنامج هنا، ولكن إخواني عند دخولي الرابط وجدوا أن البرنامج تم حذفه لأنه مدفوع، لذا أنا أتيت لكم برابط تحميل النسخة الأخيرة من هذا البرنامج إخواني. كما تشاهدون هذا البرنامج مفعل، كما تشاهدون مفعل بدون أي قيود بالكراك. فقط ماذا تفعلون؟ اقطع صبيب الانترنت وقم بتثبيت البرنامج. عند الانتهاء إخواني تجد هنا، أين هو هنا هذا البرنامج، هنا كما تشاهدون أبحث كثير عن البرامج، هنا البرنامج تجده هنا إخواني، هذا هو البرنامج. تقوم بالدخول تثبيته سواء النسخة الضغط على السات أب النسخة 32 بيت أو 34 بيت حسب الجهاز الذي تتوفر عليه. إلا إن لم تكن تعلم النسخة المتوفرة في جهازك تضغط على
ايقونة سطح عفوا سوب بي سي، ثم تضغط هنا بروبريتي وتشاهد هنا اخواني انا نسخة 64 بيت، انت تسجلها 32 او 64. عند معرفة النسخة اخواني تتوجه مباشرة الى هنا سات اب كما تشاهدون سات اب، وتقوم بتثبيت قطع الاتصال انترنت لا تنسى. بعد ذلك اخواني اغلق البرنامج وتوجه الى البرنامج هنا، هذا هو البرنامج، اضغط على بروبريتي بزر الفأرة الايمن، اضغط على بروبريتي هنا واضغط ريشارج اون بلاسمو، واقوم بوضع هذا اخواني، اضع اتوجه الى الكراك واختار سواء النسخة، ان كانت لديك النسخة 32 قم بالدخول الى 86 ونسخ كل شيء، وان كان جهازك 64 بيت ادخل الى 64 وحمل هذين، قم بنسخهما كوبي وتوجه الى هنا وقم بالضغط على كولي واضغط على رومبلاسي لو فيشي دون ديستيناسيون كما تشاهدون. بعد ذلك اخواني عند تثبيتنا للبرنامج كما تشاهدون سنحتاجه في اعتذر اخواني في الترويج للمنتجات بطريقه الفيديو، فهو كما نعلم اخواني الموقع الاول لنشر واستهداف العملاء هو اليوتيوب إخواني وخاصة النساء. نتوجه إخواني إلى كما تشاهدون إلى أول شيء هنا، هذا هو الموقع الذي قمنا بالدخول إليه والتسجيل في الفيديو السابق هنا، هذا هو الفيديو الدرس الأول الجزء الأول كما تشاهدون. ندخل الحساب الخاص بنا لنرى فقط إخواني، كما تشاهدون إخواني عند الدخول إلى الحساب الخاص بي الذي قمنا بإنشائه في فيديو سابق، أضغط على Affiliate كما اتفقنا، ثم أضغط على Offer كما تشاهدون هنا، وأتوجه لأرى إن تم قبولي في عرض من العروض الذي قمت اختيارها معكم كما تشاهدون. سنبحث هنا، ننتظر قليلا فقط، فالإنترنت ضعيفة هنا إخواني كما تشاهدون. تم قبول العرض الأول الذي أريتكم إياه الأمس في الفيديو، هنا Pending العرض الثاني ما زال لم يتم قبولي، أيضا هنا ايضا لم يتم قبولي، ليس لم يتم قبول اخواني، pending يعني في المراجعه عندما تصل رسالتي الى المستخدم كما تشاهدون. ستقومون بالترويج للمنتج مثل هذه العلامه الخضراء، تاخذ 27% يعني تقريبا في منتج 11.60، وهنا المبلغ الذي يتم بيعه، وهنا كما تشاهدون الخاصه ب الموقع اقتطاعات، تضغط على جيت لينك مباشرة اخواني تتحصل على اللينك كما تشاهدون، تضغط على تقوم بنسخه كوبي، شاهد اخي عفوا انيلي كوبي لليو، اضغط على السيف، وكما تشاهدون اخواني هذا هو العرض الخاص بي، اضغط على كولي لاريكم كيف سيفتح العرض. هنا هذا هو العرض إخواني جت لينك، تقوم بوضع مقالة أو فيديو للترويج للموقع، أيضا إخواني نقوم بوضع هذا العرض في صفحة هبوط ونقوم بنشره في الكثير من المواقع كما تشاهدون. الإنترنت ضعيفة كثيرا إخواني اليوم، هذا هو إخواني شاهد فقط العرض لأريكم فقط، شاهد أخي هذا هو العرض الذي سنأخذ منه الأرباح الخاص بنا كما تشاهدون. هذه الصفحة الخاصة بالعرض هنا يقدمها لك الزائر عند الاشتراء إخواني، ينزل إلى الأسفل إلى الأسفل كما تشاهدون، يخبر له أنه كان ب 297 في الشهر، الاشتراك أصبح ب 22.97، كل شيء هنا أوفر كما تشاهدون، كل شيء الضغط هنا ويأخذ المنتج. هنا بالنسبة للمنتج شاهد أخي تستطيع الاستفادة من هذا اللينك كما تشاهدون إخواني، هنا الفيديو يقوم بالشرح كما تشاهدون، هذا الفيديو تستطيع أخذه والترويج به، وضع فيديو في قناة أو تصوير الشاشة الخاص بك فقط لا أعلم إخواني بهذا كامتازيا او اي برنامج مثلا، هذا البرنامج ايضا تستطيع التصوير به.
هنا إخواني نتوجه مباشرة، هذا هو رابط الإحالة بدون إطالة لكي نقوم بإنشاء فيديو احترافي. أصبح الوقت 10 دقائق، فيديو احترافي. نحن فهمنا كيف نأخذ الرابط من هذا الموقع، فقط تابع الدورة إخواني وسأشرح كل شيء على حدة. أنا اليوم قمت بوضع لكم أقسام لكي تتابعون، شرحت الموقع وسأقوم بشرح كل يوم موقع، أيضا كيف نتحصل على المنتجات قبل الأشخاص أشرحها في درس لوحده. هنا اليوم درس كيفية الترويج عن طريق فيديو، وأيضا الربح من قناة اليوتيوب. نتوجه أول شيء إخواني إلى القناة، مثلا نقوم بإنشاء قناة. للعلم فهذا هو موقع خاص بإنشاء صفحة الهبوط مجاني، في فيديو لاحق إن شاء الله. نتوجه إلى قناة تجريبية، هنا نقوم بالضغط عليها في متصف آخر. هذه القناة الثانية الخاصة بي، قمت بتسميتها New Product يعني منتجات جديدة. أيضا إخواني كما قلت لكم، هذا حسابي الخاص في كليك بانك. لمن يريد أن أنشئ أن أفعل فيديو كيفية تسجيل في موقع كليك بانك، فقط يقوم بالتعليق وسأقوم بوضع طريقة تسجيل حقيقية لقبولك وفتح والربح من أحسن موقع كما تشاهدون في العالم، هذا الموقع أو هذا الموقع أو جي فيزو، فهم يتصدرون المراتب الأولى في العالم. مثلا إخواني كليك بانك ماذا سنستهدف؟ مثلا إخواني نستهدف وايت لوز، يعني دائما النساء. يعني إنقاص الوزن، أضغط هنا. هذه بعض الأمور التي تستطيع القيام بها في كليك بانك. بعد الضغط هنا إخواني، شاهد أخي بعد كتابة كما تشاهدون وايت لوز، كما تشاهدون هنا يعني إنقاص الوزن، تقوم فقط كليك بانك يحتاج شرح لوحده. هنا إنقاص الجرافيتي تساعدك على اختيار المنتج لتكسب منه إخواني. مثلا هنا إخواني كما تشاهدون هذا المنتج، تأخذ 30% عند كل اشتراك. تستطيع تصفح المنتج هنا إخواني، أو مثلا أضغط هنا. هنا بعض الأمور التي تأخذها أنت مثل المقالة كما تشاهدون إخواني، يقدم لها فيو أو أوتر أوفر. هنا إخواني كما تشاهدون المقالة تحتاجها، تأخذ منها بعض الأمور للترويج كما تشاهدون ويلكم تو أفلييت ويت لوز. هنا إخواني تستطيع الضغط على هذا الرابط أيضا، هنا ستجد رابط كما تشاهدون بعض المقالة. هذا هو العنوان العرض كما تشاهدون، give product burning day of، لا أعلم ما هي. المهم إخواني تقوم بمطالعة على المنتج والمعلومات التي يقدمها لك. شاهد إخواني يعطي لك بعض المعلومات. المعلومات هذه صفحة خاصة ببيع المنتج، ننزل إلى الأسفل ستجد البيع هنا إخواني. شاهد أد كارت عند الضغط هنا $37، تأخذ منها أنت $30 إخواني كما تشاهدون. هنا أيضا شاهد كان $1000 450 أصبح 37. تستطيع وضع مقالة وكتابتها، نسخ الصور كما تشاهدون، كل شيء تستطيع أخذه من هنا. المعلومات كلها تستطيع أخذها، وستنشئ صفحة هبوط. إخواني صفحة هبوط، فقط سأريكم عرض صفحة الهبوط. صفحة هبوط هنا مثل هذه الصفحة إخواني، سأريكم صفحة الهبوط. أتوجه إلى هنا مناج آيكونت. هنا إخواني شاهد هذه صفحة الهبوط التي أنشأتها كما تشاهدون، هنا الرابط الخاص بها كما تشاهدون إخواني. عند الضغط على watch this secret يعني السكري لإنقاص الوزن كما تشاهدون المقالة، قمت بنسخها من رابط الأفلييت في كليك بانك. هنا شاهد هذه هي المقالة هنا كما تشاهدون إخواني.
شاهد أخي، هذه المقالة الأصلية. هناك ما تشاهدون رابط كليك بانك هنا اكتياليزي، فقط الانترنت ضعيفة بعض. شاهد أخي، هذه هي المقالة. شاهد عند الضغط على السكري هنا، شاهد كيتي، شاهد هنا إخواني، هذه هي المقالة الأصلية للترويج، يعني صفحة هبوط، ومن صفحة الهبوط نأخذه إلى رابط الشراء لكي نقوم بالربح إخواني. هنا انتهينا إخواني من المعلومات، نتوجه إلى كيفية إنشاء فيديو. نحن نستهدف خسارة الوزن كما تشاهدون هنا، كوبي. نتوجه إلى موقع إخواني، موقع بيكسل، لنختار الصور المجانية كما تشاهدون هنا، الصور المجانية بيكسل. سأقوم بترك الرابط، وشرحته الكثير من المرات إخواني. هذا هو الموقع، نختار إخواني، نقوم بكتابة لوزين كما تشاهدون. أستطيع كتابة فقط هنا، هذا هي الكلمة المفتاحية وايت لوز، ونقوم باختيار صور احترافية مثل هذه الصورة. شاهد أخي، هذه الصورة لكي تعرف أن الذين يبيعون المنتجات يعملون في هذا الموقع. شاهد هذه الصورة، وشاهد الموقع الذي سنروج له هنا. أين هو رابط الإحالة؟ سأتحصل على رابط الإحالة لهذا المنتج، أضغط فقط هنا برموت، وأقوم بالضغط على generate hop link كما تشاهدون، أتحصل على هذا الرابط، أقوم بنسخه وأقوم بوضعه هنا أمامكم، لنشاهد أن الصورة المتواجدة في بيكسل يستخدمها. هذا هو رابط الإحالة الخاص بإخواني. شاهد أخي، هذه هي الصورة. قد يكون في عرض آخر، المهم نفس الصورة إخواني، في عرض وجدته سابقا. مثلا أنا سأختار هذه الصورة، أضغط على فري داونلود كما تشاهدون، مباشرة تتم تحميل، أستطيع تحميلها كما أريد أوريجينال، أضغط أوكي هنا، مباشرة تقوم بالخروج، ستجدها هنا في الأسفل. شاهد أيضا، سأختار أنزل إلى الأسفل وأختار الصور الجيدة هنا، ويت لوز، أقوم بالضغط هنا خروج من هنا. مثلا سأضع هذه التفاحة أيضا، الصورة أحتاج صورة كبيرة إخواني، مثلا هذه الصورة أوريجينال كما تشاهدون، 1000 فري داونلود، قم بتحميلها أيضا. المهم تقوم بتحميل صور وصور، مثلا هذه الصورة أيضا فري داونلود. هنا إخواني تقوم بتحميل صور كما تريد إخواني، هنا كما تشاهدون أيضا فري داونلود. تابع معي أخي الطريقة التي الكثير لم يشرحها من اليوتيوب، كيف ستربح من القناة. نستهدف قناة بنوعين، هنا إخواني سأريك الطريقة التي ستربح منها في اليوتيوب. هنا إخواني تقوم بتحميل صور، أو إخواني إن كنت تريد مثلا هنا اختيار الفيديو، مثلا فيديو فقط، فيديو. شاهد أخي، تضغط هنا ريسيرش، تستطيع البحث على فيديو كما تشاهدون، ستجد فيديوهات أيضا. هذا الموقع يقدم لك فيديوهات، كيف ذلك؟ دقيقة فقط. هنا تقوم بالتحديد إخواني سواء فيديو، هنا مثلا قمنا بتحميل صور، هنا سنقوم بالبحث عن الفيديو، فيديو أنيمال. هنا تقوم بالضغط هنا فيديو، وتقوم بكتابة
شاهد إخواني سأتحصل على فيديوهات جيدة لإنقاص الوزن. تستطيع دمج أحد الفيديوهات هذه إخواني بدقة عالية. شاهد إخواني مثلا هنا هذا الفيديو، أيضا هذا الفيديو، تضغط عليه فقط وتقوم بتحميله أوريجينال كما تشاهدون. تضغط على فري داونلود، تستطيع أخذه كما تشاهدون، ستجده في الأسفل هنا يقوم بالتحميل كما تشاهدون. أيضا آلاف الفيديوهات كما تشاهدون إخواني، ستجد آلاف فيديوهات تستطيع وضعها أو وضع الصور. بعد تحميل الفيديو والصور إخواني يبقى لنا العمل على هذا البرنامج إخواني لنقوم بإنشاء فيديو خاص بنا. هنا إخواني تابع ماذا سنفعل. هنا بعض الأمور سأشرحها. هنا كتابة نص، وهنا امبورتي فيشي، تضغط هنا او هنا، اضغط اجوتي ام فيشي واقوم بالضغط على تحميلات. مثلا هذه هي الصور، اضغط على كنترول واقوم بتحديدها كلها، اضغط على اوفرير، تم تحميل الصور اخواني. كيف ساقوم باضافتها هنا؟ اقوم باخذ هذه الصورة هنا، شاهد اخي تم اخذها مباشرة هنا. الان استطيع تطويل الصورة أو أي شيء أريده، مثلا هذا أريد تطويل هذه الصورة، قم بالضغط هنا فقط، شاهد أخي هنا قم بتحريكها فقط. انتبه أخي، اضغط على الصورة إلى أن تصبح صفراء ثم تقوم بتحويلها هنا أيضا هنا. هذا هو الفيديو إخواني، شاهد مدته دقيقة وثلاث دقائق. تستطيع وضع صور أخرى أو دمج فيديوهين. أستطيع دمج فيديو إن تم تحميله، سأرى هنا أين هو الفيديو. الفيديو هنا، تم تحميل الفيديو. أستطيع إضافة أيضا الفيديو هنا إخواني، أتوجه هنا وأقوم بالضغط على امبورتي ميديا، أضغط على اجوتي وأختار الفيديو كما تشاهدون هنا، يتم تحميله مباشرة. أستطيع إضافته مثلا، سأنقص من هذه الصورة أو أستطيع إنقاص من هنا إخواني لكي أستطيع الشغل. هنا أقوم بوضع الفيديو هنا، شاهد أخي، الضغط عليه ولا أستطيع تطويله لأنه فيديو كما تشاهدون. الآن إخواني أقوم بالضغط هنا، شاهد كيف سيشتغل. هنا ستتغير الصورة، هي صورة واحدة، أستطيع تقريبها هنا. الآن إخواني أستطيع الذهاب مباشرة أيضا إلى الفيديو لأريكم كيف سيصبح. شاهد إخواني، تستطيع وضع فيديوهات أحسن إخواني. هنا إخواني عند الانتهاء من هذه الفيديو هذا الفيديو ماذا سأفعل؟ تلزم كتابة. ماذا سأفعل إخواني؟ هنا أضغط على التي وأختار كتابة، مثلا هذه الكتابة، أضغط هنا، شاهد كيف ستظهر هنا. هذا الشيء جميل، أستطيع اختيار أي شيء إخواني. مثلا سأختار أجوتي أبوزيسيون أكتيال وأقوم بتطويلها مباشرة إلى نهاية الفيديو، أو مثلا إخواني أقوم بوضع كل مرة تظهر هذه، أضغط على كوبي وأقوم بوضعها هنا وهنا. لكن قبل الضغط على كوبي أقوم بالضغط مرتين وأقوم بالتعديل على الخط. ماذا أريد إخواني؟ أول شيء الخط، أريد اللون الخاص به يكون مثلا اللون الأصفر كما تشاهدون، أو الأحمر، أو هذا اللون يبدو جيدا. اختيار اللون هنا، اختيار الخط مثلا هذا الخط أو هذا الخط يبدو جيدا. أستطيع التكبير للخط مثلا، سأقوم بوضعه 72، جيد واضح. وأستطيع التكبير من هنا أيضا إخواني، أيضا أستطيع نقلها هنا إخواني. أستطيع توسيط الخط كما تشاهدون وملأه كما تشاهدون. هنا أقوم بالضغط على بولد، أعلم هنا مثلا هنا كما تشاهدون بولد، هنا إمالة الخط، وهنا وضع خط أسفل
الكتابة. هنا أستطيع الضغط على أريير بلان، لا تقم بتفعيلها إخواني لأن لكي تبدو شفافة. هنا كولر كما تشاهدون، هنا سأقوم بالضغط على نزع كما تشاهدون، وأقوم بالضغط هنا كما تشاهدون. هنا أستطيع الضغط على الخيال كما تشاهدون. هنا أختار اللون الأصفر أو الأبيض أو هذا اللون، يبدو جيدا كما تشاهدون. هنا ماذا سنقوم بالكتابة إخواني؟ هنا هنا تستطيع الضغط على كليب كم سيظهر من مدة الخاصة به. هنا لا تقوم بعمل هذه دحا كما هي إخواني. التكست إخواني تقوم بتغيير التكست، هنا تضغط هنا مثلا تريد كتابة شيء مفيد، ماذا ستفعل؟ شاهد أخي، هذا هو العرض الذي سأسوق له لكليك بانك. أقوم بالضغط عليه كما تشاهدون، كوبي. شاهد أخي، أقوم بنسخ الكتابة وتوجه إلى البرنامج، أقوم بالتعليم هنا وأضغط على باست هير، أقوم بتعديلها إخواني. هنا مثلا كما تشاهدون هكذا جيدة، أستطيع تكبيرها وأقوم بالضغط هنا كوبي، هنا أبليكي، وهنا أضغط على كوبي ليقوم بوضعها في كل مقطع. شاهدوا إخواني عند بدء المقطع فقط، شاهد ستظهر الكتابة. شاهد أخي، هنا أيضا أستطيع إضافتها في الضغط على كولي كما تشاهدون، أقوم بتحريكها وضعها مثلا هنا، أستطيع تحريك مكان الفيديو. شاهد أخي، هنا تستطيع مثلا تقوم بكتابة the link of the secret، مثلا إخواني أنت تقوم بترويج لكتاب the link of the ebook description، وتقوم ب أو وضع السيكري يوجد في الديسكريبشن، إضافة بعض الجمل. هنا أستطيع تحويل هذا الفيديو لوضعه في المرتبة الثانية، أستطيع الضغط هنا كوبي، هنا كوبي، ووضع أيضا هنا شيء آخر وقوم بكتابتها. شاهد أخي، أستطيع التعديل، تبقى الموسيقى إخواني، يلزمنا موسيقى. وهنا النقطة التي قلت لك أنك ستربح منها إخواني الكثير الكثير إن عرفت كيف تفعل الأمور الخاص بك. مثلا القناة الخاص بك تقوم بوضع منتجات لإنقاص الوزن مع تسمية القناة الخاص بك، مثلا إخواني تقوم بتسميتها إخواني أوديو مكتبة اليوتيوب، دقيقة فقط، الصوتية هنا، تسمية القناة الخاصة بك إخواني أوديو ليبري. شاهد هذا الاسم إخواني، سأضغط على كوبي لأريكم شيء فقط. هنا إخواني شاهد أخي، تابع معي، هنا توجد موسيقى لثلاث دقيقة، اثنان دقيقة، كلها عالمية. هنا اسم الموسيقى كريغ ماك آرثر. هنا مثلا هذه الموسيقى تستطيع الضغط هنا وتشاهدها، هنا دقيقتين، أحتاج هذه الموسيقى لتحميلها، أضغط على تنزيل، ستنزل في الأسفل إخواني، فقط بالضغط هنا كما تشاهدون قم بتحميلها. وهنا كما تشاهدون آلاف الموسيقى، تستطيع البحث عن الموسيقى الذي تريد، تحديد هنا الحالة، دراما، رومانسية، صاخبة، مؤثرة، كل شيء تجده، فقط تضغط. شاهد أخي، كل أنواع الموسيقى والأغاني موجودة هنا وبدون حقوق النشر. هنا إخواني شاهد، إن كتبنا هذه الكلمة أوديو ليبري، شاهد هذه القناة إخواني تربح من الإعلانات قمت بزيارتها، ميزيك فور كونتين كرياتور، يعني بدون حقوق نشر تستطيع إعادة استعمالها. أيضا هذه القناة إخواني مثلا سأختص بالبحث فيلتري شانال، هنا قناة، شاهد إخواني هنا 63، أيضا الفيديوهات، فيديوهات لا تتجاوز دقيقتين إخواني كما تشاهدون، عدد الفيوز، أضغط هنا على هذه القناة الأولى. شاهد أخي هنا الفيديوهات منذ 4 ساعات، 4006 ساعة، فقط يقوم بوضع الفيديوهات كل يوم، فيديو لا يتجاوز دقيقة ويحصل على إعلانات. فقط تابع معي إخواني،
شاهد أخي، قمت بإيقاف الفيديو لكي تشاهد الإعلان التي يظهر على الفيديو لكي لا يأتي أحد ويقول لي أن القناة لا تحقق بصورة. فقط شاهد أخي، هنا كما تشاهدون فيديو، شاهد فقط ضعف الأنترنت. هنا هذا الفيديو 4 دقائق. هنا ماذا يخبر لك؟ شاهد إخواني، هنا فيديو موسيقى وصورة فقط، صورة فقط إخواني، وضع صورة فقط. هنا شاهد إخواني، يقول لك إن كنت تريد تحميل فري داونلود تستطيع هنا تحميل الموسيقى، تستطيع الاشتغال على تحميل رفع الملفات كما تشاهدون إخواني، وصورة واحدة فقط. شاهد هنا إخواني أيضا نفس الصورة وكتابة واحدة أوديو ليبري، وتقوم بأخذها من المكتبة. وأيضا سأترك لكم بعض المواقع للحصول على موسيقى مجانية أو من هذه القناة فقط. هنا إخواني كما تشاهدون نفس الصورة، شاهد عدد الإعجابات وعدد، فقط قم بالنشر إخواني وستقوم بتطوير قناتك، وتستطيع هنا وضع روابط الإحالة كما تشاهدون، الأفيليات هنا لشراء المنتجات كما تشاهدون منتجات هنا. شاهد أخي كثير من المنتجات يقوم بتوزيعها هنا. هنا بالنسبة للقناة قمنا بتحميل، نعود إلى الفيديو الخاص بنا، تلزم هنا موسيقى إخواني، نقوم بالضغط على كالعادة هنا فيشي أمبورتي، ونختار الموسيقى هنا. أين هي الموسيقى؟ ميزيك هنا التي قمنا بتحميلها. هذه هي الموسيقى التي قمنا بتحميلها، أضغط على أوفرير مباشرة، أقوم بأخذها ووضعها هنا كما تشاهدون. أستطيع تطويل الصور لتكبير الفيديو إلى 2 دقيقة، أو كما أريد أقوم بالضغط على الصورة التي أريد وأقوم بالتطويل كما أريد. هنا مثلا شاهد أخي، أريد قص الموسيقى طويلة بعض الشيء، أقوم بوضعها هنا هنا، وأقوم بالضغط على، تأكد أن هذه العلامة صفراء لأننا علمنا على الفيديو. فقط أخي تأكد كما قلت لك العلامة صفراء، وأقوم بالضغط على كوبي. ثم الشيء الذي أريد حذفه، مثلا أريد حذف هذا المقطع أو هذا المقطع، شاهد كيف تغير العلامة الصفراء الشريط الأصفر. مثلا أريد حذف هذا، أضغط على هذا السهم أو دلات كما تشاهدون إخواني. عندما أنشئ فيديو تعب كثير كثير في إنشاء الفيديوهات، أعيده 1000 خطرة، وكما تشاهدون الوقت. هنا إخواني بعد الانتهاء قمنا بقص، الآن سنقوم بتجربة الفيديو. شاهد قم بإنقاص الصوت فقط. شاهد أخي، أيضا إخواني تستطيع الضغط على الكثير من الإعدادات كما تشاهدون، إضافة الكثير من الإعدادات في هذا الأمر. مثلا هنا تستطيع إضافة أي شيء هنا من هذه الفورمة كما تشاهدون. أيضا هنا سأدعوكم تتصفحون، هنا مثلا هذه أستطيع وضعها بين الصور هنا كما تشاهدون. شاهد أخي سأقوم بوضع أيضا هذه هنا، وأيضا هذه سأضعها هنا وهذه هنا. شاهد أخي هنا مثلا عند شاهد، شاهد وكأنه فيديو إخواني. وأيضا تظهر هنا، تستطيع تبديل التيتر كما تريد، هنا تستطيع تطويلها أيضا. هنا مثلا أريد تطويلها، شاهد كيف ستظهر بكل أريحية لكي يتم قراءتها. شاهد أخي السيكري، هذه هي التي تلفت الانتباه. هنا أيضا تستطيع وضع بعض الأمور هنا كما تريد إخواني، أي شيء تضعه، مثلا إضافة زر لايك، أرجو أن تضع زر اللايك هنا. أستطيع تغيير الطول الخاص به ك
كما تشاهدون هنا، هنا مثلا شاهد أخي، أي شيء تريد إضافته تستطيع. المهم بعد الانتهاء تضغط هنا على إكسبورتي إخواني، إكسبورتي ثم تختار الجودة. ما أنصحك به الضغط على أحسن جودة كما تشاهدون، 37 هنا، 41 هنا، ماكسيمال 45، من 45 ميجا إلى 170. أضغط على ديماري ماكسيمال وأنتظر إلى أن يتم تحميله كما تشاهدون. بعد الانتهاء إخواني كما تشاهدون أضغط على أوكي، تجد الفيديو الخاص بك هنا، كوبي فيديو كما تشاهدون. انتهينا من هذا البرنامج، أقوم بالضغط على نوباونريجستري. هنا إخواني كملاحظة فقط نسيت أن أخبرها إياكم، هنا مثلا إخواني أعود إلى قناة هذا الشخص شاهد أخي كرياتر، لأريكم شيء فقط إخواني. كما تشاهدون 24,000، 150,000، 35,000، 37,000. إذا قمت بوضع كل يوم فيديو شاهد إخواني في 24,000، ألا يوجد شخص يشتري منتج أو شخصين؟ شاهد أنت كم ستربح من موقع 30 دولار كعمولة تأخذها، 10 أشخاص ب 300 دولار مثلا في موقع كليك بانك. هذا الموقع إخواني مثلا عمولة 11، شاهد سأتحصل على 11، 10 أشخاص ب 111 دولار بطريقة سهلة وبدون تعب، فقط تنشئ فيديو وأنت الرابح. هنا إخواني إذا توجهنا بالنسبة، تستطيع أيضا إخواني عند وضع الفيديو الخاص بك، مثلا هذه القناة خاص بي نيو برودكت، أضغط على تحميل الفيديو كما تشاهدون. بعد ذلك إخواني تختار الكلاسيكي مثلا تخطي، تستطيع تحميل مباشرة اختيار ملف. شاهد أخي هذا هو الفيديو الذي قمت بوضعه، أضغط هنا، عفوا هنا، أقوم بسحبه إلى هنا. هنا إخواني يبقى طريقة عملك، مثلا تريد استهداف كما تعودنا إخواني إنقاص الوزن، إنقاص الوزن. هنا ماذا سنفعل؟ نتوجه إلى تراديكسيون، شاهد العنوان إخواني، هنا أخي تقوم بكتابة عنوان ملفت مثلا 7 أسرار كما تشاهدون، كوبي 7 أسرار. هنا سأقوم بوضع 7 in 20، أقوم بكتابة مثلا 7 أسرار لإنقاص الوزن في 2020. ماذا أفعل إخواني؟ أقوم بوضع مثلا علامتين، مثلا هذا القوس، عفوا خطأ في تحميل التعقم من اتصال شبكة. هنا إخواني شاهد أن الأنترنت ضعيفة كثيرا كما تشاهدون إخواني. هنا قمت بتغيير الوضع الكلاسيكي، عفوا الجديد لليوتيوب. هنا أقوم بنسخ هذه، الأنترنت ضعيفة كثيرا إخواني، كوبي قم بوضعها هنا، كولي. هنا أقوم بوضع لأنني قم بالكتابة، هنا قم بكتابة 7 كما تشاهدون، عفوا هنا تقوم بكتابة 7 أو من هنا، المهم تقوم بكتابة هذا العنوان إخواني. شاهد أخي مثلا secret to lose weight 2020، وتقوم بوضع هذا الشيء إخواني. إن كنت تريد استهداف شيئا مع بعض مثلا، هنا شاهد الفيديوهات الخاص به عند الضغط هنا، شاهد أخي. هنا إخواني آتي إلى العنوان، أقوم بنسخ هذه الكلمة، عفوا هنا كما تشاهدون، من هنا إلى غاية هنا، كوبي، أتوجه إلى الفيديو الخاص بي. هنا أقوم بضغط على كنترول في وأضيف هذه نو كوبي ميوزيك، يعني إخواني تستطيع
إضافة هذه الموسيقى لأي فيديو أي شخص يدخل. وهنا في الوصف إخواني تقوم بالبحث الكلمات المفتاحية. هنا مثلا مثلا The Secret Laws، قم بنسخها هنا كما تشاهدون كولي، وأقوم بالضغط على اللينك إخواني، عفوا اللينك، ما أقوم برابط الإحالة هنا، تقوم بوضع رابط الأفيليات الذي نأتي به من مثلا من هذا الموقع إخواني كما تشاهدون الذي اشتغلنا عليه Get Affiliate Link، نقوم بأخذ رابط الإحالة لهذا المنتج أو من كليك بانك إخواني بروموت كما تشاهدون، أقوم بنسخ رابط الإحالة والتوجه إخواني، مثلا هذا هو رابط الإحالة، أقوم بوضعه في الفيديو هنا كولي، هذا هو رابط الإحالة إخواني الذي سأربح منه هنا، وأترك كما تشاهدون هنا تم تعديل سيعتدل. أنت قم بفتح قناة جديدة خاصة بأجنبية خاصة بهذا الأمر حسب النيتش الخاص بك كما تشاهدون إخواني. هنا انتهينا، تضغط لا فيديو اختصاص، هنا أيضا اختيارات إضافية، مثلا تستطيع يتضمن هذا الفيديو إعلانا ترويجيا، ضغط عليها أو لا، ثم تضغط على التالي عند تحميل 100% هنا. هنا إخواني بالنسبة إلى وضع الفيديو في القناة الخاص بك والترويج له، إلغاء التحميل لا نحتاجه إخواني. أيضا إخواني تستطيع وضع رابط تحميل الموسيقى، مثلا فايل أبلود، تختار فايل أبلود إخواني، فايل أبلود، موقع فايل أبلود شرحته من قبل، ووضع موسيقى، تحميل موسيقى، فايل أبلود الموسيقى، تقوم بوضع الموسيقى تحميلها كما تشاهدون، هذا هو الموقع فايل أبلود، تقوم بتحميل الموسيقى الخاص بك ووضعها في الديسكريبشن وبالتالي تربح. وأيضا إخواني لا تنسى وضع الكثير من روابط الإحالة، ستجد أناس يهتمون بهذا الأمر. هنا انتهينا إخواني اليوم، إخواني قمنا بشرح كما تشاهدون إنشاء قناة والاختصاص قدمته لكم، سواء موسيقى بدون حقوق أو إنشاء فيديو خاص للترويج مثلا استهداف نيتش النساء، الكلمات المفتاحية كما قمنا بشرحها في فيديو سابق. أيضا سأترك لكم برنامج الكلمات المفتاحية، هذا هو البرنامج إخواني، أقوم باستعماله أنا أيضا. المهم هذا هو درس اليوم، كما قلت لكم إن وصل الفيديو إلى أكثر من 100 لايك سأقوم بإكمال الدورة كما تشاهدون، هذه هي الدورة، كل الأدوات التي قلت لكم عنها موجودة في هذا الملف. إن وجدت 100 لايك إخواني سأقوم بشرحها إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.